يعني لازم الرجال اللي متزوجين يكون مثقف. سلمان عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، بشارك في مسلسل لعبة المرأة رجل للكاتبة سارة العليوي وإخراج الأستاذ إياد الخزوز بطولة ميسا مغربي. صدقني بتندم وهياطك. دوري حيكون أخو شهاب جوهر بالمسلسل اللي هو منصور سواك. دوري هو يعني بسيط جدا، أنه دائما منصور بيجي يحكي لي عن مشاكل البيت اللي هو شغال فيه، فأنا بهدي بروق أعصابه، أقول له ما عليك منهم، أهم شيء اهتم في شغلك، لا تفكر كثير وهيك. يعني الشخصية قدمتها كما كتبت في النص، لأنه مش محتاجة إضافات كثير، فما تعبتني يعني، كانت سهلة وسلسة يعني. أتمنى صراحة أنه أقدم شخصية المريض اللي هو عنده توحد، شخصية المريض بالتوحد. أتمنى أني أقدم هذه الشخصية يعني، لأن أحس أني حبدع فيها من رؤية خاصة يعني. شفت ناس مريضين بهذا المرض وتعاملت معاهم، فكانت تجربة شخصية يعني، ودخلت المستشفى وشفت يعني هذه الحالات. أنا أبيك تصير رجال مثل أبوك. أنا شايفك قدامي رجال يقدر يعرس ويجيب عيال،